القصة أيها الأحباب أو قصة الإدارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اشتبت عرنا أبو عساء. نركز مع بعض على أساس نستفيد من المواقف. هي مواقف. أول موقف حصل لي وأنا في خامس ابتدائي. دائما كنا نأتي الترتيب في وقت الاحتفالات، الناس يعمل احتفالات يكرموا الأوائل ونحن لا نكرم. احنا عيال عبد العزيز منا 7 أولاد وخمس بنات، فكنا اللي ندرس 7. ففي الصف الخامس أذكر سألت الأستاذ المصري سؤال، قلنا له أستاذ إيش الفرق بين اللهيم والغبي؟ قال والله يا ابني شوف، الناس كلهم أذكياء، خلقهم الله كلهم أذكياء. ومع تطور العلم عندما أرانا بأن كل عقل بشرية تكون 150 مليار إيش؟ خلية عصبية. هناك من يستغلها، هناك إيش؟ من يستغلها. قال لكل إنسان يتعلم 17 لغة عالمية. لذلك قال إني الفارق هو عامل الجهد، عامل المذاكرة. ذاكر أنت وجد واجتهد وسوف تكون أذكى شخص في الفصل. وفعلا شفت أنا في الفصل الخامس ابتدائي. أتينا على المرتبة الأول وفي المرتبة الثاني وهكذا من صف خامس حتى ثاني الثانوي ونحن على نفس المنوال مواصلون الأول الأول. أذكر في ثالث إعدادي لما أتينا الأول على مستوى مديرية الحسن قال لي أبي أنت الآن العاقل حق الأسرة أبناء عبد العزيز وأبناء علي أحمد أنت عاقلهم ومن هناك تقلتنا الإدارة فتكفلنا من ناحية التعليم الكل كمل التعليم ولما أتى مسألة التوظيف وظفنا الجميع في مجال الجيش وفي مجال التدريس بعدها أتى في عام 2000 أظن هي تعتبر النقلة النوعية عندما أخذ لأن النقلة الصينية يقول لك لا تعتبر يوم سليفة ولكن عليك كيف أصابها لأن بحكم العقل أنفق على الجميع وأعطى الجميع وأوقف مع الجميع فسألناها دخلنا أول أحد السعودية عام 2000 قلنا له عام 2001 دخل الثاني والثاني على الباب ومن ذاك الوقت إلى هذا الوقت الحمد لله كلهم أنا رجال الأعمال في الميدان وكلهم أصبحوا محل تجاري في السعودية أصبحوا بنهم بصورة الحمد لله على كل حال فأنت لا تدرس كل شيء بنفسك وزع الأعمال وزع المهام كيف حالك يا استاذ؟ الموقف الثاني الذي غير في حياتي وجعلني اليمن 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 هو في 94 عندما حصلنا على مجموع 86 القسم العلمي درسنا ثلاثة أشهر زلازل كما يعرف القاسم في عدن زلازل ورحنا هناك على أساس لما أحد يكون تخرج معاه مستوى عالي فهو زيادة وزهر العالم استقبله بالزهور وصلنا إلى صنعاء ما حد عبرنا ولا حد لبت علمه على ما قول عندنا بالمثال الشعبي أنا خليتها كذا فاصطدمنا الأمانة قالوا خلاص نضم معاكم منح أنت خلاص يدرس طب بشري في العراق وربوا بيودعوا أبائكم وأمهاتكم إحنا ودعنا ومشينا زي ما الناس يمشوا كلها أخذنا شرطة دبلوماسية على أساس مسافرين خلاص رايحين العراق وقطعنا تذاكر جاءت الموافقة من العراق بأن التعليم حقها في اللغة العربية جامعة المستنصرية هذه هي للأسف لا تنساه مدى الحياة جامعة المستنصرية لغة عربية وما قال رايح أدرس في اللغة العربية أدرس بلا حساب فكيت أنا للأمانة لقيت رحمة ساكن الطلاب كان في طلاب من أبو تعز وأنا مكسور الخاطر وقلبي حزين جالس كذا المهم قالوا غدا أنا والله فاضي جالس أنبش بالأرض أفكر كيف أعود إلى أي وجه أعود البلاد وأنا قد إيش قطرنا لهم باي باي مع السلامة قال لي واحد من أبنائي أنا لا أنسى اسمه محمد الطويل وهو ما شاء الله طويل الشريعة قانون سنة 3 قال يا أخي العزيز الذي قتلنا هذا البلاد هو ماذا سيقول الناس عنك يا أخي يقول الناس عنك ما قالوا لعل الله عز وجل يريد لك الخير ارجع إلى بلادك وادرس واصل تعليمك واصل دراستك واصل مهنتك ربما الله عز وجل أخرك لسبب يعلمه فعلا عدنا مكسوري الخاطر اذكر وصلنا في الليل الساعة 12 وانا دخل على الوالدة والوالدة صرف على وكنت سابق الحمد لله شرح الموضوع تعالوا الحمد لله ربنا عوض واصل التعليم اتوظفنا في مستشفى الامين في نفس اليوم اللي دخلنا درسنا توظفنا مستشفى الامين الصيدلي من عام 94 الى عام 2004
10 سنوات من الكفاح والنضال، ومن خلال الاحتكاك بالروس والاحتكاك بالعراقيين والاحتكاك بالاجانب تعلمنا فنون التعامل، لانه نشتي له كل واحد معه ورقه وقلم يخرجها على اساس نديله فهم معلومات في الاداره. من ذاك الوقت جاء فكره مستشفى المجد التخصصي. اجتمعت انا وزميل لي درس انا وفي زياد اسمه مصطفى حاتم، قلنا لماذا نجلس شاقين مع الناس؟ لماذا ما عملناش شيء يخصنا؟ فبدا المشروع بفكره. اي مشروع في العالم يبدا ايش؟ بفكره. بس الفكره تحتاج الى تصميم، احنا معنا عقول. بس هذه ما همش. فقلنا احسن شيء معنا علاقات. من خلال العلاقات ايش؟ كونا مستشفى المجد. خدي مجموعه وبدنا مجموعه وكونا مستشفى المجد التخصصي في 1/8/2004 تم الافتتاح. هو مسك الاداره الى 2011. في شهر 4 هدي لكم التسلسل على اساس واحد يستفيد من المواقف في الحال. في شهر 4/2011 اتانا منحه من صندوق التدريب اللي هو تبع الضرائب، لان المستشفى مساهم ضرائب عمال، قالوا نشتري ايش؟ 2 متدربين. فتقدمت انا والاخدمه، درسنا حوالي شهرين الاداره والقياده المحليه والتسويق وعلوم الحاسوب. هذه الاربعه الاشياء درسناها في شهر 4 كامل. في شهر 5 انا مصطفى حاتم تخلى عن الاداره. قال لي انا خلاص الحين وقتك انا ما عشتش. حاول بدل قال ابدا استلمت الاداره. ونحن قد درسنا شهر كامل علم الاداره، قلنا نحن ايش؟ لا. قال لي كيف انت تستلم الان مستشفى على مديونيه ما يرقوا على 30 مليون؟ وشيكات واجبة الدفع وكذا وكذا ورواتب وكذا وكذا. شكله اخوتك اللي في السعودية ايش تعمل؟ قال له خلنا اوقع العقد، كنت وقعت وسلم لي وكيل ودعي للضحية، يا نبقى سمي عندنا، يا نبقى يا نقع، يا انك ارتفع السماء او ايش؟ تنخفض الارض. المقصود من هذه الكلمة لابد ان تخاطرهم، لابد ان تخاطرهم، لان الخوف حرم البشرية كثير من الانجازات وكثير من الانجازات. انا خايف من هذه الاكسيد فشل يا اخي سافر، من سافر عاش عبد يقول عندنا. فوقعنا قلنا له الذي رزق اخواني سوف يرزقني، لن اسال اخواني حتى لي الواحد. وفعلا قلت لن اسال احدا من البشر، ساسال الذي خزائنه ملاى. وتوكلنا على الله يوم 11/5/2011 وبدانا بتحمل مسؤوليه الاداره، وكان يوما فارقا في حياتي. لانه قلنا لا اللي تعلمنا من اكاديمية العميد لا تطبق على ارض الواقع. اول عمل عملناه جمعنا الموظفين، لانه لا تحمل الخشب انت لحالك، لكن دع الاخرين يساعدونا. اغرس فيهم حب المؤسسه، معنى الولاء للمؤسسه، وجود المؤسسه وجود الجميع، ذهاب المؤسسه ذهاب الجميع. جمعنا الموظفين واذكر هذا اليوم لن ننسى، قلنا لهم اخواني اخواتي موظفين وموظفات مستشفى المجد، عبد الغني عبد العزيز هو واحد منكم، انا لست قائدكم بل خادمكم. مستشفى المجد بقاء وبقاء لنا جميعا، ذهاب وذهاب لنا جميعا. والله ان اشتغلنا سوف نعيش جميعا، وان ما اشتغلناش معناته كل احنا مزروعين ايش؟ البيوت. جزا جزا لفلسوا الاولين. أريدكم أن تقاتلوا قتال الأبطال، أن ننزل للميدان ونعطي للمستشفى أجمل وأخلص ما عندنا، نخدم الزبون، نعترف الزبون، والله عز وجل سيأتي بالأرزاق من حيث لا ندري ولا نحتسب. أنتم تتوقعوا إيش؟ قالوا الموظفين نحن مستعدين أن نشتغل معك سنة بالمجان، ولا نشتري إيش؟ ولا نشتري. قلنا لهم من حق المدير، لا حق الحارس، لا حق الفراش، نحن أسرة واحدة، عائلة واحدة، نفس واحد، جسد واحد، اسمه مستشفى المجد التخصصي، لا لنا علاقة بأي انتماء سياسي أيا كان. نحن همنا خدمة أنفسنا أولا، ثم خدمة إيش؟ ثم خدمة المريض. ومن هنا سيأتي، والحمد لله بقدرة الله عز وجل، الإقوام يعرفون الأزمة اللي مرينا بها، لا غاز، لا بترول، لا ديزل. اشترينا مواطر، لانه انت كمدير لابد ان تجد البدائل. اوجدنا البدائل، المواطر اوجدنا مواطر ديزل، مواطر بترول، مواطر غاز. جميع الوسائل تكون ايش؟ موجوده. من 5 كيلو الى 75 كيلو. وكثفنا الجهد، لانه فارق الجهد هو الذي يصنع لك النجاح.
بدل ما كان الدوام فترة خليته ثلاث فترات، دائما يقوم من الساعة 7 صباحا حتى 11 قبل ايش؟ قبل منتصف الليل. والظلم معي ايش يداوي؟ في 3 أشهر بقدرة الله عز وجل، فضل من تم قضاء المديونين التي على المستشفى ايش؟ كاملة. وبفضل الله انطلق المستشفى انطلاقة قوية، أخذنا على عاتقنا الاهتمام بالعميل. أنا أشتري على أساس أصحاب المؤسسات وأطلع مع المؤسسة، إيش معنى العميل؟ أول عميل تهتم به هو الموظف. أنت الموظف يعطيه أجمل وأقوى وأحسن ما عندك، وسيعطي أخلص وأجود ما عنده. عندما تهتم بالموظف تعطيه الراتب حقه في اليوم المعين، تعطيه المكافآت حقه، تعطيه الراتب الإجازة السنوية، وإذا حدث له ظرف طارئ تتجاوز عنه وتدعمه. أخذنا على عاتقنا الاهتمام بالموظف فأعطينا الموظفين أحسن الرواتب. وأي موظف يزود موظفة لهم دعم خاص من المستشفى. وحاول ما قدر الإمكان أي موظف يقوم بخدمة مميزة أو متميزة فله مكافأة مالية مباشرة من المدير. أعطيناها مكافأة مجزية أول رمضان ومكافأة مجزية قبل العيد. والحمد لله أقول لكم من هذا المنبر أن هناك موظفين معي اشتغل 24 ساعة. معيش إلا واحد ليل. لأنه حصل إيش؟ حصل فائدة. وبفضل الله عز وجل انتقل المستشفى نقلة نوعية. عندما اهتمينا بالعميل الأول وهو الموظف اهتم لنا العميل الأول بالعميل الثاني اللي هو ايش؟ اللي هو المريض. لأنه قلنا لها ما نشتري من كل موظف ما لا يقل شهريا عن 5 مليون يجيب لك مئة. لأنه كل واحد معه علاقات. لأنه لما يوصل المريض يوصل المستشفى. عندما يحصل حسن استقبال حسن اهتمام حسن رعاية كل مريض سيأتي إليه سيأتي بمئة مريض. وكل مريض سيغادر المستشفى كعلم من سيغادر بعده المريض. ليش؟ في اليمن احنا كذا خمس جماعات. الدكتور يتعالج عندي ما حصلش خدمه، يجي سوى قريه بالجامعه، مجالس القاهره، بالعزاء، بكل مكان، بالباص. لذلك اليمن نحن نختلف، صح ولا مش صح؟ فلذلك انت احرص. انت عندما تكون بمؤسستك ليس معك لا نفط ولا باص ولا دعم اجنبي. معك هذا الكادر البشري. اصنع منه انسان وسيصنع ويصنع لك ايش؟ اعجاز وانجاز ونجاح وتطور. فلذا بفضل الله عز وجل اقول لكم الان حاولت ان انا مر على الاداره 6 سنوات داخل في 7 لا يمكن اي موظف غادر المؤسسه. الكل مستقر. لانه يكون عندكم شعار الاستقرار طريقك للازدهار. مش بعدها بدل كفك وتمشي الدوره والدوره قدامها وحق. أنت عندما تمسك إنسان عمل تمسكه عمل خليه يبقى في عمله. حاول أن تطور مهاراته أن تمسكه خبرات حتى ينطلق إيش؟ إلى المجتمع. أشتي بس الإدارة إلى قبل ما أدخل الموضوع حق الأخير. أشتي بس اللي معاه ورقة سجل معي بس. الإدارة هي تعتبر علم العلوم. قلنا أكثر مرة الإدارة تعتبر هي علم العلوم والجامعة لكل العلوم وعليها يقاس تقدم الأمم والشعوب. أي شعب فيه إدارة فيه تقدم. يا إخوان لا أقصد بالإدارة أن الإدارة أنك تمسك كرسي وأنك تتحكم بالناس يكون عندك بالإنجليزي يسموها تكتيك. صح؟ وهذا فصله وهذا جزاء هذا لا. الإدارة تعني أن تكون إنسان قبل كل شيء. واعلم أخي هذا الكرسي اللي أنت فيه به جالس وكرسي دوار. اليوم أنت فيه به وقد أنت في الشارع. لذلك ما أجمل أن تصنع لك إيش؟ تصنع. فالإدارة في الحياة مهمة جدا جدا جدا. كن مديرا إنسانيا تكن مديرا ناجحا في كل مجالاتك. والإدارة تأسس على 3 مستويات. أول مستوى إدارة الذات. أن تكون أنت أول شيء مدير على نفسك. كيف تتحكم بانفعالاتك بتصرفاتك بعلاقتك مع الاخرين هنا انت ايش مدير. لما تكون مدير انت على نفسك على ذاتك على اسرتك تستطيع ان تنتقل الى اداره ايش الاخرين. لما في النهايه اقول لك نحن معذورون. طالب الله مثل الارض يمشي عليها ايش الصغير والكبير. والزبون الغاضب هو الزبون الذي يريد مكان الخطا والقصور فيه. استفيد منه.